بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي في برنامج فتاوى في هذا الشهر الفضيل بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك شيخنا في هذا اليوم. أهلا وسهلا. وأرحب بالسادة المشاهدين، فمن منا لا يسعى لاغتنام الحسنات في شهر رمضان حتى يكون ممن يشملهم الله برحمته ويعفو عنهم ويعتقهم من النار. فشهر رمضان ضيف عزيز كريم يهل علينا بروح خاشعة زاكية وبرحماته. إنه شهر القرآن، شهر الصيام، شهر الإحسان، إنه شهر العتق من النيران. ها هي أيام الرحمة تمضي، والأيام العشر الأولى من رمضان، وقد هلت تباشير المغفرة، الثلث الأوسط من هذا الشهر الكريم. ومن بعد الرحمة والمغفرة، فهل نفوز بالعتق من النار؟ ماذا أعددنا وكيف نفوز؟ الرحمة والمغفرة والعتق من النار هي مبتغى الصائمين دائما. نحاول في هذه الحلقة من هذا البرنامج أن نتحدث عن هذا الموسم العظيم، موسم شهر رمضان المعظم والأعمال الصالحات فيه. شيخنا مرة أخرى أرحب بك، وماذا أنت قائل بهذا المعنى وهذا المضمون، أيام الرحمة والمغفرة والعتق من النار؟ بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يتعرض في هذا الشهر لرحمة الله. ولذلك عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. يبقى هنا ده انت دار ربنا يرحمك، ارحم الصغير ده، الصغير اليتيم، حتى الحيوان الصغير ده لما ترحم ربنا يرحمك. وكما برضو يعني جرير بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يبقى انت دار ربنا يرحمك، ارحم بقى الضعيف المسكين، وخاصة النساء، الأطفال، الأيتام، حتى الحيوانات الصغيرة. الزول لما يرحمه يعطب عليها إن ربنا يرحمه. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله، يعني بسبب رحمة أودعها الله تعالى في قلبك يا محمد، كنت لين الجانب تعامل الناس برحمة وبشفقة وبحنية وبعطف، عشان كده حبوك وساروا في طريقك ودخلوا في دينك أفواجا. ولو كنت فظ القلب، غليظ القلب، طائيا في الطبع، تعامل الناس بقسوة وشدة، كان فر من حولك. يبقى لأيدي سنة من رب اللي نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي آية ثانية قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى نحن نتعرض لأنه رأى الجزاء من جنس العمل. ترحم ربنا يرحمك، الراحمون يرحمهم الرحمن، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة يعني نحن في هذا الشهر الكتيب الكريم نتعاطف مع بعضنا بعضا. وفي ناس إخوانا من المسلمين ربنا وسع عليهم في الرزق، عندهم مليارات، يبقى في الشهر الكريم ده أعطف عليه حتى لأرحامكم أول شيء، لأنه الصدق على ذوي الرحم صلة وصلة وصدقة. أي الأرحام أقارب، وشوف أقاربك المحتاجين، محتاجين لك سوية، محتاجين، خلاص المدارس حتفتح، هاي التعليم بقى التعليم الأهلي داخل مكانة كبيرة ومحتاج لي مصاريف، ساهم، ساعد أخوانك هنا، أرحامك ديل أدفع لهم مصاريف المدرسة، أدفع لهم كسوة العيد، ده كله ربنا سبحانه وتعالى يرحمك ويخلف لك ويبارك لك، لأن ربنا وعده حق. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أي نبقى نتراحم ونتعاطف في هذا الشهر الكريم، ربنا يرحمنا. طبعا القلوب كلها سواسة، يعني الناس كلهم ربنا أداهم قلبي، يجب أن يكون هذا القلب عطوفا على الآخرين. كيف القلب هذا يكتسب الرحمة؟ نعرف أنه الواحد لو لقى يتيم موسع على شعره كيف الإنسان حتى في رجل شكل للرسول، شكى إلى رسول قسوة قلبه، قال: يا رسول الله، أن قلبي قاسي عنيف،
قال له امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، قلبك يلين. هاي يبقى في الدار زويل بيعطب على المسكين ده ويرحم المسكين ده، ربنا يلين قلبه. وفي قصة طريفة يعني في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر له، رواه البخاري ومسلم. معنى الحديث امرأة بغية، بغية معناته عاهر، زانية، واقفة في بيته هناك في بير، شافت لها كلب من شدة العطش يلف حول البير ومد لسان من شدة العطش، حند عليه، دخلت بيته، شالت الدلو، مشت البير، نزلت البير، شالت الموية، كرت الكلب، شو الكلب شطك شطك طيب شرب، رفن غفر لها ذنوب الفاحش. سبحان إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقعها وغفر له. سبحان الله. آه سبحان الله. برضه نستصحب معنا شيخنا الآية الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني دي قيمة برضه المفروض الناس ياخذوها معهم في هذا الموسم. طبعا هدى للناس، القرآن هادي وشافي، وننزل من القرآن ما هو شفاء أي ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هادي للطريق المستقيم وشافي من أخطر أمراض القلوب، أمراض القلوب اللي هي الكفر الشرك الإلحاد النفاق الرياء، دي أمراض خطرة تصيب القلب تضيعه وتعمل القلب. هل بينور القلب ويشفي من الأمراض دي شنو؟ القرآن الكريم. زول كتر من قراءة القرآن عساب تلاحظ، يعني ما ندر تلقى ليك زول حفظ القرآن ويعني تلقاه قلبه غاسي حاسد والله بيظلم الناس. أي. عشان كده الناس مواسطة الأعمال الصالحة يا شيخنا هي بتعالج القلوب. نعم. مواسطة الأعمال الصالحة وتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الصلوات. أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني كيف الإنسان يجدد إيمانه؟ تجديد الإيمان بشنو؟ تجديد الإيمان بالعمل الصالح ومساعدة الأيتام والأرامل المساكين، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه. معنى الحديث زور كان بيعطف تاجر يساعد يدين ده ويدين ده، بعد يجيب لنا ويدي ده يجيب لنا، بعدك يقوم يرسل ولده، ولدي مش يجيب لنا القروش الدارينا من الناس. الولد والمدار يتحرك، يقول له: تعال يا ولدي، لو لقيت ليك زول من الناس ان احنا دارين منه قروش معسر عاجز عن سداد الدين اتصرف معاه، لقيته مسكين اعفي له الدين، لقيته شايل حيله شويه اخل الدين. ونحن نعمل كده ليه يا ولدي؟ عشان لما نقابل ربنا بعد الموت يسامحنا زي ما بنسامح اهل الارحال الناس عبيده. اهل الرسول عليه الصلاه والسلام قال: فلقي الله فتجاوز عنه. الزول ده مات ربنا تجاوز عن سيئاته. سبحان الله. سبحان الله. طيب كيف نتعرض للمغفرة في هذا الشهر الكريم؟ نحن بنقول إنه أيام في أيام مغفرة، في أيام رحمة، في أيام عتق من النار. كيف نتعرض للمغفرة من الله سبحانه وتعالى؟ نتعرض أول حاجة الناس المتخاصمين ديل يصالح، ونحن نجتهد، لقينا جيراننا أرحامنا نزع لانين من بعض، ما نقعد نتكلم فوق إن فلان متخاصمين ومتقاطعين، لا نتحرك نختار كولينا لجنة من 4 5 أنفار يمشي للناس ديلة يجمعهم مع بعض، ولا احنا دايرينك تيجي في بيت فلان، هو اصلاح ذات البين، اصلاح ذات البين، الصلح بين الناس ده منزل عالي جدا، لكن الناس ما مهمشينه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وجعلنا بالدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يعني بيّن لنا أفضل الأعمال من صيام التطوع، من صدقة التطوع، صدقة التطوع، إنك تقوم تصلح بين الناس المتخاصمين. زول زوجته هجرت بيتها وجاب يعد عندها لها،
اي كيقول لك لينا يا ديل جيرانك ديل قرايبك امش حقق معاهم اصلح بيناته الصلح بينات ده منزل عاليه اي بعدك عسى كمان وفساد ذات البيت كمان البي يفسد بين الاحبه يفرق بين الاحبه ده كمان وقحته الصعبه يوم القيامه وخاصه في الزمن ده التليفونات بشختوها دي تلقى زول كده يتصل بزوجته زول يتونس معاها بكده لقى تليفونها وين يتكلم معاها تعمل فتنه بينها وبين زوجها زوجها يلقى زول ده تعرفين من وين هي ما عندها ذنب ولا شيء مسكينه بريئه لكن الزول ده قصد يعمل فتنه عشان يفرق بيناتهم هذا يوم القيامه ربنا يفضح بين الاولين والاخرين ويدخل نار جهنم تنجط فيها ذين اي عقوبه ليه لا حول ولا قوه الا بالله. دائما الدعاء في هذا الشهر اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. نعم كيف هو العتق وكيف يصل الانسان لهذه المرحله؟ اي زول يدعو كمان يطبق على الذكر بتاع العتق في ذكر العتق من النار. يعني ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعيل رواه البخاري ومسلم. يعني زول قال الذكر ده ثوابه زي ثواب اللي قاله 4 أنفار من اشراف العرب من ذرية النبي اسماعيل مدخلهم في سجن تحت الوضع 100 متر وقام اشتراهم بحرمان واشتراهم دولارات غالي جدا بعد ما اشتراهم خلاص دوشة البحث انه دول نزل الازواج قال لهم امشوا انتم حرين لوجه الله. شوف العمل ده عمل ما ساهل زول يحتاج له 4 أنفار مملوكين ماسورين ما يشتريهم بمال ثقيل ويدفع الفديه بتاعهم ويقول لهم نمشي لاهلكم ده زول ساهل والعمل بسيط والاجر كبير. البال الذكر ده 10 مرات في الثواب ده اشوف النعمه دي. سبحان الله هو زي ما قلت الانسان كيف يعرف يصل الى الاذكار الانسان كيف يصل الى الاذكار دي وطبعا بيجي بالعلم يا شيخنا الانسان لازم يتعرض الى الدروس الى نحن هسه نتكلمنا في الرحمه لان كمان نشوف العقوبه تحت القسوه ايوه كمان الزول ما يكون قاسي القلب جافي الطبيعي ربنا ما بيحب الناس المتكبرين القلوب القاسيه لا فيهم الشفقه لا فيهم الرحمه ولذلك يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عزبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت رواه البخاري ومسلم. معنى الحديث إنما رأى في الأمم السابقة عندها كديسي الكديسي دقيته يا شالت منه سوي سيوي يا ختفت منه حتة لحيم بدل ما تنهار تطردها قامت استدرجتها دخلتها في صندوق وطبلت الصندوق فضل الكديس نيام نيم تكورك لا أطعمته ولا سقته ولا كمان فتحت لها الباب قالت لها امشي كوس رزقي بطريقتي فضلت حبسها لغاية الكديس دي ما ماتت بالجوع والعطش. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا إنه المرأة دي يوم القيامة حتدخل نار جهنم بسبب شنو؟ بسبب تعذيب الكديس دي بسبب تعذيب الكديس. كده نرجع لموضوع ثاني نرجع له وشرحه اكثر لما معانا حذيفه من المناجل. مرحبا يا حذيفه. الله اكرم. السلام عليكم مريم والبركات. اهلا يا حذيفه مرحبا بك. تمام مرحبا بك تفضل. معليش حذيفه التليفون قطع اتمنى انه يرجع لنا ثاني كده واصل لنا في الموضوع ده لانه في حقيقه الناس بيأذوا بعض الحيوانات لكن حيوانات ضارة. هاي الحيوانات الضارة دي نقتلها كده سريع. ولذلك يعني شداد من أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه البخاري ومسلم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان هو إتقان الشيء إحسان الشيء كتب عليه كل شيء. فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة يعني قتلت لك حيوان مفترس مؤذي أكلت قتل سريع قابلتك عقرب ما تقطع الضنبة وتقول خلاص ما دام قطعت الضنبة حتطوق منه ثاني لا حتتعذب وتموت لا أقتلك قتل سريع. أي دبيب حيوان أي حيوان مؤذي كلب سعران
نكون له كتل سريع نريحه. نعم نعم. هذا كذلك ده في الحيوانات المزية، ما نحرقه بالنار ممنوع. أنا قال لنا عقرب نولي أرميها في النار، أقتله بعدك أرميها في النار. خلاص طيب نرجع لموضوع الدهان لأنه في برضه تفاصيل حسب ما قال لنا أخونا أمير منتج هذا البرنامج. في رحمة الله من ودراوة، مرحبا يا رحمة الله. السلام عليكم، تحية لك أستاذ الساري وأنا. يا مرحبا بك، تفضل. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة حتى يقول لا تأتيكم إلا بغتة، دايرين شرحي كلمة بغتة دي يعني. الآية شنو؟ يسألونك عن الساعة إذا عرضت لا تأتيكم إلا بغتة حتى يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيكم إلا بغتة؟ نعم. داير كلمة بغتة يعني؟ بغتة؟ نعم هاي. معناها؟ نعم معناها هاي. طيب تاني سؤال؟ السؤال الثاني بالنسبة للبيت دول زكاة فطر يعني لشخص آخر، وقام جاب لي بعد يومين ثلاثة وقال لي الزول ده لقيته ما في بعد العيد، الحكم شنو هنا؟ أديته شنو الزول الأول؟ أديته زكاة فطر لشخص آخر. أي عشان يسلمها له يعني؟ أيوه يشكرها له، وقام جاب لي بعد العيد يومين ثلاثة قال لي الزول ده أنا ما لقيته. يا شيخ يعني رحمة الله، زكاة الفطر ولا فدية؟ لا لا زكاة فطر. فطر أيوه. وما لقاو؟ السؤال الثالث. ايوه. بالنسبه للحكم بتاعت الالتهاب بالوريد. ايوه. تفطر ولا لا؟ ايوه بالوريد. جدا جدا شكرا رحمة الله. تليفون الشيخ لو سمحت يعني. خلاص ان شاء الله بعد ما تخلص مكالمتك دي في الكنترول يدوك الرقم بتاع الشيخ ان شاء الله مع المنتج. شكرا لك يا رحمة الله. قال في الايه ذكر انه الساعة تأتيكم بغتة. أي اللي هو يوم القيامة. تجي بغتة يعني فجأة الناس يأتي. كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني القيامة زي رمشت العين القيامة تقول. وما أمرنا إلا واحدة كلمح. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. يعني يوم الغيابة في أقل من رمشة العين ربنا يجمع الخلق دي مما ربنا خلق أبونا آدم. لقيت يوم الغيابة يجمعهم في مكان واحد. هذه سرعة قيام الساعة. نعم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني رمشة العين الناس يجتمعوا في أرض المحشر. ليوم الغيابة. هي المباغتة عندنا معروفة في اللغة يعني. ولها أتيت يعني سرعة. أي مباغتة يعني. أزول جيتوا كده سريع. وبدون مقدمات يعني. طيب بيتكلم عن زكاة الفطر تقريبا، قال ديت الزول عشان يسلم للشخص ولقاه ما في. وكان دي بعد العيد يعني بعد ما العيد يعني خلاص الناس خلاص معليش ما يحفظ اللي يديها بعد العيد. بس يضرب له تلوين يقول لي عندك مبلغ كده جايك من كده كده نحفظ له نديك بعد العيد اذا كان غايب. ايوه. واخونا رحمة الله برضه بيتكلم عن الحقنه بالوريد. هي فيها يعني فيها شبهة. لأن الحقنة بتاع الوريد زي الدريب، زول لما يدو حقنة في الوريد بتروق له، زول عنده ضعف عنده فقر دم. الدريب كذلك. هنا بعض العلماء قالوا الدريب والحقنة دي فيها قد تفطر، وبعضهم قالوا الشيء بيفطر بيدخل بالقشم ليوصل البطن. ودي ما بتدخل بواسطة الخشم في الجسم، لكن بتروق الزول. عشان كده فيها شبهة. دايما الزول في العبادة يبتعد من الشبهات. من يتقى الشبهات استبرى لدينه وعرض. نعم. طيب نرجع لموضوعنا هو قتل بعض الحيوانات. أيوة والحشرات المؤذية. الحشرات المؤذية نقتلها قتل سريع ما نعذبها وما نحرقها بالنار، ونقتلها قتل سريع. أما الحيوانات اللي نضبحنا كل حمى لابد تزول قبل ما يضبح الخروف، يتأكد إنه السكين سنينه يمسك الخروف بالحرج البيان بسم الله الله أكبر، يجرب الثاني يزحلي برا يجيب بعيد. في بعض الناس ضبح الخروف ولسه يرفز يقوم يكسر الرقبة. تعذيب للحيوان. يقطع العرقوب على التعذيب للحيوان. لا لسه الروح ما طلعت لأن لسه بيتألم. يقول الحل دي انت زح بعيد لغاية ما يرفس الدم مرة خلاص الروح طلعت بقى لحم. بعد كده تقطع العرقوب تعمل زي ما داي. طيب قتل النمل والذباب وكده والبعوض. أيوة برضه دي عندنا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت،
فأوحى الله إليه: أفي أنقرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ رواه البخاري ومسلم. معنى الحديث من أتباع الأنبياء السابقين، نبي من الأنبياء السابقين ماشي مع حاشيته مع حرسه مع أصحابه، جو نزل في ظل شدرة جاتنا ملاي عضت النبي ده، طوال التعليمات طلعوا عفشكم من تحت الشدر، طلعوا عفشكم جيبوا الوقود حرقوا النمل ده. ربنا تبارك وتعالى أوحى ليه: أفي أنقرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ يعني معنى الحديث يا نبي عشان نملاي واحدة قضت عضتك تقوم تهلك النمل ده كله تحرقه، والنمل ده ما أمه كان بيسبح الله ينزه الله. ولذلك العلماء قالوا يعني كان في شرع النبي ده يجوز الحراق بالنار، لكن في شريعة الإسلام لا يجوز الإحراق بالنار. ربنا عاتبه ما بالإحراق، عاتبه بالزيادة. يعني كان تمسك النملاي دي يقول فتشوا لي النملاي دي، قبضوها جابوها لك تعاقبة لين عضتك، لكن انت النملاي دي ما جبت خبرها حرقت النملة. ده معنى الحديث. يعني بقى هنا ده ولذلك الإمام النووي قال يعني في شريعة الإسلام يحرم الإحراق، لا يعذب بالنار إلا رب النار. أي لكن قتلت الحيوان ورميته بالنار خلاص، لكن الحي ما ترمي بالنار. الآن في ناس بيجيبوا السموم دي وخطوها في بيت النمل مثلا، ولا لا النمل طبعا النمل هنا ده يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه مسلم. رب يعني الشرع نهى عن قتل 4 ذي، النمل معروف أو الهدهد معروف، النملة والنحلة، النحلة زوبة النحل أيوة. ممنوع، والصرد اللي هي الطير البومة. والطير البومة دي حكمة ربنا قصر كبير، قصر يعني صقر كبير، عينه قريب كبيرة خالص من عيون الحيوانات الثانية الطيور الثانية، وقالوا عنده قوة نظر 100 راجل. وشفناه صوروا لنا في الشدر فوق الدنيا ظلام دامس، يشوف الفار في الواطع في الظلام ده ينزل يشيل الفار يطلع. ما بيطلع بالنهار يطلع بالليل. اسمها الطين، يقول النسوان يسمها الطين البوم، يتشائم منها النسوان، لكن غير مؤذية، هي فيها بتصلح لأن بتاكل الفيران، تعيش على الفيران وتربي جينات على الفيران. الفيران ما مؤذية، في ظلام الليل تشوف الفير تخطب وتمشي. أهدنا الشرع نهى عن قتلها. طيب النمل ده لكن صراحة هو كبير النمل ما. النمل أنواع، إذا كان النمل في النمل الأولاد ده يسموه بلغة الضناغ اللي يسموه الجوريكين. الجوريكين معناته بلغة الضناغ لا السجل العقرب. دي يعني العقرب تبقى له حبوبتها. دي يجوز قتلها في ناس يسموه الرتيلة. أيوة الرتيلة، ما هي الرتيلة بلغة العصر، لكن هي بلغة الضناغ اللي اسمها الجوريكين. الجوريكين يعني السجة العقرب، يعني العقرب تبقى له حبوبتها. أهدي العصراويات داك تطلع من الجحر تعضض الأطفال. ولذلك إنها يعني عضتها حارة جدا ومزعية، يجوز قتلها دي الجوريكين ده يجوز، لكن ما نحرق بالنار. أما النمل هناك في الحوش عامل جحره شغال ما نجيب خبر، خليه حتى لو دخل في الأكل وخش الأكل، إذا كان جل مطبخ نفتح علبة السكر نلقى فيها النمل، نفتح الرغيف نلقى فيها النمل، نفتح حلة اللي نلقى فيها النمل، والحلة دي أصبح فسق. نحرق ولكن ما نحرق بالنار، بس نحرق في المطبخ ده. أما الفحوش اللي هناك عم يجحر وشغال يسبح الله ينزه الله ما نحبش، لأن كل الكائنات دي تسبح الله. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أي كائن حي جماد يسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحه. طبعا جاءت كمان وسائل جديدة، هو في الفليت وفي حاجات كثيرة بالشبال النمل والحشرات في الصيدلية. أي كتلة النمل يعني. أيوة البخاخات دي. أيوة تكون النمل والحشرات والبعوض وكذا. أيوة دي ممكن. أيوة. بس النمل إذا كان مؤذي ما نكتله، لأن نهانا عن قتل النمل. إلا إذا كان مؤذي. سنعود إلى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بعد الفاصل، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. أرحب بك مرة أخرى شيخنا، وحقيقة نحن نتحدث في هذا الشهر الفضيل عن الرحمات وكيف الإنسان يرحم الناس من البشر ويرحم الحيوانات وحتى الحشرات. كان حديثنا عن قتل بعض الحشرات المؤذية، لكن لاحظنا أنه في بعض الحشرات مثلا زي النمل، في نمل كبار بيكون باني لفترات طويلة جدا جدا في نص الحوش تلقاه ولا جنب الزاوية كده، يعني كيف الإنسان يتعامل معاه؟ يعني مرات بيكون مؤذي في الحالة دي، ممكن يستخدم عليه الدعاء بتاع الدبايب. مثلا لو في دبيب في البيت، شفت لك دبايب في البيت، ما تقتله طوالي، أديها إنذار. الإنذار ده لمدة 3 يوم. إذا جن بيرحل، إذا ما رحل بعد 3 يوم يكون حيوان عايز تقتله. والإنذار اللي هو عندك دبيب في البيت، دبايب في البيت، عقارب في البيت زي النمل والنايجة، بيكون جن. فقوم تقول له: نسألكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا ولا تعتدوا علينا. أرحلوا أرحلوا أرحلوا. بس تدي الإنذار ده، بعد 3 يوم إذا جن يختفي، إذا ما جن تقول له طوال. يعني حتى لو ما شايفه تجي في محله، يعني تقول كلام خلاص، أنت ما تقول جهرة. طبعا أنت بتشوف الحية العية، بتشوف الدبايب دي في البيت، شوف عقارب في البيت، النمل الكبار اللي في البيت ده مزعج، جا فجأة بكثرة وماشي، وما بتعرف جحر وين ولا بتعرف وين. طوال تدي إنذار. بعد 3 يوم إذا جن بيختفي، إذا ما اختفى بعد 3 يوم كن حشرة مجزة كده طوال. كده نقول الثاني خلال بس تقول تقول: نسألكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تؤذونا ولا تعتدوا علينا. أرحلوا أرحلوا أرحلوا. بس عشان كده خلاص إن شاء الله بإذن تعالى، لو هو شيطان زي ما قلت بيمشي بيمشي، ولو حشرة بعد ذلك الزول يتعامل معها زيها وزي أي حشرات العادية زي الدبايب دي يعني. طيب نحن كيف نحصل البيت حتى الحياة دي ما تخش له؟ التحصين، التحصين بآية الكرسي وقولوا الله واحد المعوذتين والأدعية الماسورة دي، ذول يدعو يسأل ربنا. دي كلها شان التحصين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات في الصباح، 3 مرات في المساء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كثير نحن أن هناك المزارعين بيتحصنوا ويتبعوا، تلقى دول العقرب تطلع فوق هدوم وهنا ولا تقدر تهبش. فعلا في ناس بتحصن تحصين تمام. طيب نحن طالما نتكلم في هذا الشهر الكريم، لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة من رمضان. كيف الإنسان يصل هذه الدرجة وتعرض لهذه المرحلة من العتق من النار؟ العتق نتعرض لها بأنه نحن نعتق، نعتق عشان ربنا يعتقنا. كيف؟ وجعنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. رواه مسلم. معناته يا مسلم، لقيت لك زول مملوك اشتريته وقلت له أمشي أنت حر لوجه الله تعالى، ربنا يعتقك من النار. طبعا الزمن ده ما في ناس مملوكين، كل الناس احرار. لا طيب، لكن عندنا البديل. اصل انت الدكتور كتب لك الرشيته بتاع الدخان وكل الدواء ده ما عندنا، لكن عندنا البديل. ادينا البديل. اصل نحن الحديث ده فيه العتق من النار، لكن ما عندنا العتق، عندنا البديل. البديل اللي هو عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه البخاري ومسلم. يبقى ده البديل. أنت دار في رمضان ده ربنا أعتق من النار، كتر من الذكر ده إن شاء الله. كل ما عدى 10 أنفار ربنا يكتب لك ثواب كأنك أعتقت 4. سبحان الله. طيب معنا صديق. ألو يا صديق. صديق صديق أظن التلفون قطع. ألو مرحب. ايوه معاك يا صديقي، تمام. اهلا وسهلا، الله يديك العافيه على خير. اتفضل يا صديق. نعم ايوه، انا كان عندي اختي صامت من دخلها، صامت من 4 يوم وبقيها 3. صامت كم؟ صامت 4. صامت 4 ايام. ايوه نعم. وافطرت الباقي لحد الان فاطره؟ لا
لا عليه كان لا يوجد دين السنة الفاضلة. ما رأى؟ شو اللي حامل الله مرضع؟ السنة الفاضلة. هي الآن حامل ولا مرضع؟ لا عليه هي كان صامدين وكان في العمرة. والله يا أخي ما سمعتك يا صديق. مع أن لا حامل لا مرضع. لا حامل لا مرضع يا صديق؟ نعم أيوة. أها ليه فطر الطيب؟ السبب شنو؟ ما معروف السؤال واضح. طيب انا انت سمعت يا شيخنا كذا رد عليه. اي فهمت اي نرد عليه. هو بيسال انه في دول حامل لا مرضع مره صامت اول ثلاثة يوم تعبت تعب شديد جدا وفطرت. انا اقول له الزول دي الفطرة دي المرض بتاعها مرض موقت ملاريا نزله يا هنا يا اسهال. اذا كان سببه كده واتعالجت منه تقوم تواصل الصيام بعد العيد تقضي الايام فطرتها. اما اذا كان مرضها ده مرض مزمن ظاهر لها كلى ظاهر لها سكري ظاهر لها شرايين يبقى دي مرض مزمن يبقى تطعم بدل الصيام. لانه المرض المؤقت صاحبه يكمل. اما المزمن يطعم. نعم أي. طيب يا شيخنا حقيقه الناس في رمضان بيقول لك الشياطين الشياطين وبيشوف انه في ناس كتار يعني بيرتكبوا ذنوب. كيف يعني؟ وطبعا احنا عارفين الذنوب من الشياطين. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النيران وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. يعني رمضان لما يجي تتفتح ابواب الجنان وتتقعد لقلب. قالوا فتح ابواب الجنان حقيقه ابتهاجا بفرحة رمضان وتطلق أبواب النيران بحقيقة لإقبال. التفسير الثاني قال فتح أبواب الجنان قالوا كناية عن لأنه كثرة الناس المعتوقين في هذا الشهر كان أبواب الجنان فتحت باب فتحة واسعة وغلقت أبواب النيران قال كثرة المعتوقين من النار كأنه أصبحت النار ما عندها زبائن. وصبتت الشياطين برضو تفسيرين. التفسير الأول قالوا دي المعتاد الإجرام من الجن. ما في معتاد الإجرام زي ما نحن عندنا معتاد الإجرام من بني آدمين والحرمية الصغار. هذه المعتاد الإجرام من الجن ديل يتكتفوا حقيقة عشان ابتهاجا بهذا الشهر. ده تفسير. التفسير الثاني قالوا معنى صفدت الشياطين استعارة معناته معتد الإجرام من الجن من كثرة الناس مقبلين في شهر رمضان على الطاعة والعبادة كانوا الشياطين دي لصحن خالي شغل ما عندهم شغل لأن الناس مقبلين على الطاعة. سبحان الله. طيب نأخذ معنا كباشي من أم بادر. مرحبا يا كباشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم ودكتور على خير. انت على خير ان شاء الله. تفضل. انا بزعل من الفطره فتره هذا العام. الفطره؟ ايوه وبزعل من ثاني الانسان اللي عنده سكري وفاطر هذا الفطور اللي بيطلعه ده ادي عليه والله ادي كل نفر على حاله. تقصد الفطور اللي بيطلعه في الدره يعني للناس يعني يفطر معاهم؟ ايوه بيطلعه مع الناس. ايوه هل يكفي للكفار؟ ايوه وجزاكم الله خير وربنا يجعل البركه فيكم ومولانا الشيخ يا رب العالمين. كثر خيرك يا كباشي. شكرا لك. اها اللي هو طبعا بيسال من الفطره. الفطره اللي هي 60 جنيه. الفطره اللي بنطلعها عن الاسره اللي بيطلع عن نفسه وزوجته واولاده وبناته دي اسمها فطره الصيام اللي هي نطلعها دي 60 جنيه النفر. اما الفديه الفدية اللي هي زول عنده سكر عنده كل ما بيصوم يطلع الفدية والفدية دي انه يطعم 30 مسكين بعدد ايام رمضان. رمضان طلع 29 يطعم 29 طلع 30 يطعم 30 ومقداره 35 جنيه اليوم الواحد. يعني لابد يوزع على 30 نفر ما يديها لنفر واحد. اخونا قال انه بيشيل له صينية كبيرة او صينية مع صينيته يطلعها في الشارع للناس يفطروا. طبعا دي الصينية دي قد البكلوها دي الناس شبعان قد يكون من الجيران ناس يعني مسؤولين الحال. وربنا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لابد الفدية دي تديها لمسكين. النص بيقول شنو تمليك كل مسكين نصف طعام من نصف تمليك كل مسكين نصف صاع من طعام. شوف كل مسكين دي كلمة كل مسكين دي يعني لابد البندول في دي يكون محتاج مسكين فقير اي ما ندالي غني
لا ممكن انا اعزمه معايا يجي يفطر في البيت يشبع. لا بتعزم ده صاحبك زميلك في الشعب. لا لا مسكين. لازم ارتب مسكين. انت بدل ما تعزم بيت يمكن انت تاكله هو ما بياكل فول. ايوه ادي راحته يعني. ادي راحته ادي قروش يا اخي 35 جنيه يشطر بيت. نعم. طيب معنا ام اسيل 35 جنيه يمكن يشتري بها حاجات لولاده. نعم. طيب معنا ام اسيل من دنقله. مرحبا يا ام اسيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك رمضان كريم كل سنة طيب. الله يبارك فيك. تفضل يا أم أسيل. أنا بسأل الشيخ أنا عندي أبوي وخالي لهم 3 سنة متخاصمين. أبوكي وخالك؟ هاي متخاصمين. متخاصمين لهم 3 سنة. بيجوا يصالحوهم تاني بيرجعوا يشاكلوا لحد متخاصمين وبيصوموا رمضان وكل واحد ما بيصير بيت الدهر. طيب. أنا عايز أسأل الشيخ يعني. جدا. تاني في سؤال؟ لا شكرا لك. شكرا يا أم أسيل. أظن السؤال ده في كل حلقة بيجينا سؤال زي ده. أيوة والمسألة فيها مخاطرة. وأخ وأبوه. ناس كبار صايمين ومتخاصمين ومتقاطعين. يعني دي يعني حي نصيحة للإخوان المتخاصمين دي في هذا الشهر الكريم. أن أنسوا الماضي وافتحوا صفحة جديدة وصالحوا يا أخي وتعافوا وسامحوا. لأن ناس أنتوا كبار وقربتوا شوف أبوها. معناته ما ده أبوها معناته ده دول فاتت 60 سنة. والفات 60 سنة خلاص واقف في صف الموت. معناته في أي لحظة يتوقع الموت يجي. النفرين ديل يتوقف في أي لحظة. لو رحلوا هم متخاصمين الاثنين حتما حيدخلوا النار. لانه الصادق المصدوق قال عن عبد الله بن جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح البخاري ومسلم. طيب هو أي زول هو خاله وابوه خاله عندهم قرابة في احتمال ان احنا نخلي القرابة ما هم في قرابة. قال خاله وابوها خاله ما في قرابة يعني حتى نسب قرابة نسب. المهم ان فرين ديل اذا ما لحقوا او غيرهم اي ناس متخاصمين متقاطعين مسلمين جيران ارحام او مسلمين متخاصمين ما صالحوا حيدخلوا الجنة. لا يدخل الجنة قاطع رحم. والآية قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعيد وإنذار شديد للناس المتقاطعين الأرحام. يبقى نصيحة نمرة واحد أخواننا ديل إن شاء الله أبوك وخالك ديل يكونوا سامعين كلامنا ده يلقوا الصالح. نمرة اثنين أخواننا الناس ديل الخال واللبو ده ما عندهم قرايب. شايفين انهم 3 سنة متخاصمين ما تكونين كل لجنة يا اخوان. قالوا هم بيصالحوا دين فرصة عليك الله شوي. كونين كل لجنة من 3 تنفار 4 تنفار يمشي للنفرين ديل يجمعون في بيت محايد لا بيت ده لا بيت ده. يناقشوا معاهم سببكم شنو ما تخليكم رجال كبار 3 سنة متخاصمين. في 3 سنة دي ما احنا قلوبكم لبعض متخاصمين متغاطعين. يدون هرشة زين في النهاية إن شاء الله بهرشة قوية من ناس قويين كده يصالحون مع بعض. ده المطلوب يا أخوان. طيب هي ما قالت إنه بالصالح برجعوا تاني بيتخاصموا. يعني كثيرين الخصام كثيرين الخصام. على ذي ودين معناته الغل قلب خلاص تغت. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأنه زول لما يصالح ويرجع تاني يخاصم ينطبق على الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا رحمكم أولئك الذين لعنهم إن شاء الله ربنا يهديهم. أي اللعنة معناته الطرد من رحمة الله وران تغت. ربنا يهديهم. نأخذ آخر مكالمة معنا من الجزيرة عائشة. مرحبا يا عائشة. ألو يا مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله أكرم يا عائشة تفضلي. أنا بس على الشيخ عن الاستتراح من رمضان. عن شنو؟ بس على الشيخ عن الاستتراح من رمضان. الاستتراح أيوة طيب. الاستتراح من رمضان. خلاص سمعناك يا عائشة. ومعاك أمي بربا دارة تسألك. أيوة سريع لكن عشان زمن البرنامج خلاص قرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أبو بكر نظيف كيف حالكم؟ الله يفتح عليك. تفضل يا حجة. رمضان كريم عليكم. الله أكرم. أنا بنت عن من أخوات بناتين وأبو مستقعات 3 سنة لا مبروك لأولادها لا مبروك لعيد لا مبروك لعيد دعواتي
تلقى قطة في البيت الصبح نعم. الحكومة. جزاك الله خير. حتى لو كليتها هلا ذات نمر ولو هي جات قطة قطة ما تاخذ عليها. شكرا جزيلا. انا لا لا مش رجل حلو عليك شوفوا علي حلاتنا. تقول شنو؟ خلاص الشيخ يرد لك لانه زمننا خلاص ضايقنا. سؤالين، سؤال عن الاستفراغ وبرضو اخوات متقاطعات. الاستفراغ ما بدخل الجول دخل اصبع في حل وتعمد الطراف صيام وبطل نفسه غلبته بدون ما يدخل اصبع في حل وطرش يمصمص خشم تفي مرتين ثلاثه وصل صيام وصيام صحيح. قالت اخواتها اثنين متخاصمات نحن قلنا كررنا قطيعه الرحم اخواننا حرام من الذنوب الكبائر. والحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. هاي الزول بيموت مخاصم زول من أهل ما بيدخلوا الجنة. طيب الناديل بيصلين ويصومين ومتقاطعات، هل عمل يروح ساكت؟ عمل ما بيروح ساكت، لكن حتما يدخل إن النار يأخذ من جزائهم في النار. ما معروف يقعد زمن قدر شنو بسبب شنو. ما عندنا أي ذنب غير إن الاثنين ديل متخاصمات، والخال والأبو داخة برضو ما عندهم أي ذنب، بس الاثنين بس ذنب القطيعة الرحم دي بسبب القطيعة دي يخلنا نار جهنم. نقولين أخواننا نار جهنم دي نعوذ بالله منها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ناركم هذه التي يقعد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. يعني نار جهنم حرارات قد نار دي 70 مرة ونحن نخد الحلة فوق البتجان. يبقى الزول بيدخل النار مش يقعدوك في صلبه في النار كده بس لا، يدخل جوا النار زي السمك جوا البحر تحت جهنم فوق جهنم من جميع جهات جهنم، لا يحيى لا يموت يتعذب فيها. شوف المنظر ده يعني نصيحة لإخواننا المتخاصمين المغلطين ديل نيل النار. جدودنا كان بيقولوا نيل النار، الحقوا نفسكم الصالحوا لانه كلهم متوا وانتم متخاصمين معناته ما حتدخلوا الجنه مع الفوج الاول مهما عملت من الاعمال الصالحه. جزاك الله الف خير شيخنا الجليل على هذه الاجابات المفيده للساده المشاهدين. انتهت حلقتنا لهذا اليوم في برنامج فتاوى، غدا ان شاء الله لقاء جديد مع صحبه شيخنا الجليل دكتور محمد احمد حسن. مشاهدينا الكرام، كما يقول الشاعر أوصيك خيرا بأيام نسافرها في رحلة الصوم يحيى القلب نشوانا، فأول الشهر قد أفضى بمغفرة وبئس الخلاق إن لم نلقى غفرانا، ونصفه رحمة للخلق ينشرها رب رحيم على من صام حسبانا، وآخر الشهر عتق من لهائبها سوداء ما وفرت إنسا ما وفرت إنسا وشيطانا. نعوذ بالله من النار. ونلتقي بكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام غدا في حلقة أخرى من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.